21 90 ب 1 40 حين. بسم الله. قال تمييز العشرين يكون مفردا منصوبا، مفردا ذكرها، منصوبا اوضحها بالمثال. تقول عندي 20 كتابا، إنها لأخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، مثل شيء لتسعين بواحد كأربعين حين أقرأ. ومن يزن مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوف. المركب 11 إلى 19 تمييزه كتمييز العشرين، أي أنه مفرد ومنصوب. 11 كوكبا، فم بجسد 12 عينا. أنا أقول وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما. قال إذا أضيف العدد إلى مستحقه لا يفتقر إلى تمييز. هذه 5 زيد، وهذه 20 عمر، ومن كلامهم بريت إليك من 25 نخاسين، لعلهم يقولون أعطينا فيها كذا في العبد، وأعطينا في العبد كذا، وأعطينا في العبد كذا. واضح؟ بليت إليك. والآخر يقول وما أنت أما رسوم الديار وستك قد كربت تكمل. صحيح، تجهيل الله سبحانه وتعالى، صرت كبيرا في السن. وستك، شاهد أنه أضاف العدد إلى مستحق فلم يفتقر إلى تمييز. اقرا. وان اضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرف. العدد المركب اذا اضفته يبقى مبنيا. تقول هذه 15 زيد، ورايت 15 زيد، ومرت بي 15 زيد، وعجز قد يعرف. تقول هذه 15 زيد، وقالوا هذا من قبيل تأثير المضاف إليه في المضاف. المضاف إليه معرب هو عيب المضاف، والمضاف إليه يؤثر في المضاف 11 تأثيرا، هذا أحدها. وتقول مررت بخمسة عشر زيد، ورأيت 15 زيد، على أن 10 فتحتها فتحة إعراب. أما قوله وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب، وقد يضاف، قالوا قد يضاف صدره إلى عجزه. يقول الفراء سمعت من أبي فقعس العقيلي وأبي الهيثم ما فعلت 15 أضاف الجزء الأول إلى الثاني وأعربه. قد سمعه من العربي بنفسه، وسمع العربيين اللذين حكاه أبو فقعس وأبو الهيثم. قال العدد المركب، العدد المركب المميز بشيئين إذا وجد العقل فالحكم للمذكر منهما. تقول عندي 15 عبدا وأمة، وعندي 15 أمة وعبدا، وجد العقل الحكم للمذكر، وإن فقد العقل فالحكم للسابق. تقول عندي 15 جملا وناقة، وعندي 15 ناقة وجملا، فإذا وجد الفاصل أوثر المؤنث مطلقا. تقول عندي 15 ما بين جمل وناقة، وعندي 15 ما بين ناقة وجمل. واضح هذا؟ فائدة أنا قوله وإن بقى أقرأ. وصوم من اثنين فما فوقه إلى عشرة كفاعل من فعل، فاعل من فعل، فاعل من فعل، فاعل. فتقول جاء ثان أو هذا ثان وثالث، لا تقول عشر. صوم من اثنين فما فوقه إلى عشرة كفاعل من فعل. وإذا كان مؤنثا تقول جاء ثانية وعاشرة وسابعة. نعم. اختموا في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فقل فاعلا بغيت. يخشى ان تظن انه كالاول انه يخالف المعدود. قال لا، هذا وصف، والوصف يوافق الموصوف. نعم. مساحك الله شكرا.
وإن ترد بعض الذي منه بني فضفت إليه مثل بعض البين. إذا أضفت بعض الذي بني، إذا أردت بعض الذي بني منهم تضيف إليه، تضيفه إليه كإضافة البعض إلى كله، تقول هذا ثاني اثنين، وهذه ثانية اثنتين، وهذا ثالث ثلاثة، ورابع أربعة، هو بعضه. وفي هذه الحالة لا يعمل، لأنه ليس مفرعا عن فعل، ولا في معنى ما يعمل، لا ليس مصوغا من فعل، لم يراعى فيه الفعل ولا يعمل. ومنه قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومنه قوله تعالى ثانية اثنين هما في الغير. أنا قوله وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه، تضيف إليه مثل بعض بين إقرأ. وإن تريد جعل الأقل مثل ما فقف حكم جاعل لوقتها. إذا جعلت ما اشتق منه، إذا جعلت ما تحت ما اشتق منه مساويا لما اشتق منه أعمله في هذه الحالة، لأنه في معنى ما يعمل. تقول هذا ثالث اثنين، أي صير الاثنين ثلاثة. وما نقول جاعل، جعل حول، فحكم جاعل لحكمه، وليس الآن مصوغا من ألفاظ العدل، بل هو مصوغ من الثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر، وهي مصادر وكلها بابها ضرب إلا حلقيها فمفتوح العين. تقول سبع يسبع، وتسع يتسع، وتقول ربع يربع، وتقول ثلث يثلث، وخمس يخمس، وعشر يعشر. هذا يعمل، فلك في إعماله طريقتان، إما أن تضيفه لما تحته أو أن تنونه فتنصبه. تقول هذا ثالث اثنين أو ثالث اثنين كما مر بك، وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، إن الله بالغ أمره وبالغ أمره. واضح؟ أنا قوله وإن تجعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكم أعمله. ومن قول الله عز وجل الرجيم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مصير الثلاثة بإضافة إليهم أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى آخره. نعم، أنا قوله وإن تجعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكم أقل. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بترك بين ثاني اثنين. تلاحظ أن الوصف مفرد ومضاف إلى ما اشتق منه. قال إذا أردت مركبا تقول هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، أتي بتركبين. تريد أن تصفه بأنه أحد ثلاثة عشر، تقول هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، أي أنه أحدهم، وهذه ثالثة عشرة ثلاثة عشرة، جيب تركيبين. وتقول هذه تاسعة عشرة تسعة عشرة، وهذا خامس عشرة خمسة عشرة. أنا أقول فجيب تركيبين مبني، كل ما مبني. نعم، تستطيع أن تحذف العقد من الأول وتبقي النيف وتقي التركيب الثاني كما هو، فتقول هذا سابعة سبعة عشرة، وهذه سادسة ستة عشرة، ترتيب آخر. والأول قال بعضهم يبقى مبنيا لأنك نويت الجزء الثاني، وقال بعضهم معرق الجزء الأول، أما الثاني هو مبني. كذلك تفرع عنه طريقة أخرى، أن تحذف النيف من الأول وتقي العقد، فتصير صورته كالتركيب الأول كأنك تركيب. تقول في هذا ثالث عشرة ثلاثة عشرة، تحذف عشرة من الأول وثالث من الثاني، ثلاثة من الثاني، فتقول هذا ثالث عشرة أو ثالث عشر. وقال بعضهم يبنى الجزء الأول ويبنى الجزء الثاني، وقال بعضهم بل يعرب الأول وحسب موقع الإعراب ويلتزم الثاني الجر بإضافة الأولين، فتقول هذا ثالث عشر، وهذه ثالثة عشرة. أبويا وفاعلا بحالته وشاع الاستغناء بحادي عشرة، وهو الاقتصار على النيف الأول والعقد من الثاني ونحوه. قالوا في قوله حادي فائدة، يريد أن يقول لك أن حادي وزنها عالف، لأن الواو سقطت متأخرة أصبح واحد، جاءت الواو متأخرة، وقالوا الواو
إذا جاءت متأخرة بعد كسرة تقلب ياء كرضية والغازي والداعي أحب أن يفيدك هذه الفائدة. قال وشاع الاستغناء بحادي اختار حادي عن غيرها. قال رحمه الله ونحو 20 ذكراء ماذا؟ ماذا؟ ونحوه وقبل 20 قبل 20 ذكراء وباب 20 وأذار العقول ذكر قبلها الوصف مذكرا مع المذكر. وماذا تقول؟ تقول جاء الواحد والعشرون والثاني والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون بواو كما تقول أحد وعشرون وثلاثة وعشرون واضحة؟ أنا أقول وقبل عشرين أذكر وبابه الفاعلة من لفظ العدد بتحالته قبل واو يعتمد. ولكن تقول هذا ثالث عشرة ثلاثة عشرة لأنك تقول ثلاثة عشرة ما تقول ثلاثة وعشرة وتقول ثلاثة وعشرون الحقت كل فرع بأصله. تقول جاء الثالث والعشرون أبوي وجاءت الثانية والعشرون ولا تقول الثانية والعشرون لأنه قبل أن يصير وصفا تقول 22 قبل واو يعتمد الله على صلى الله عليه وسلم بحالته أي مؤنث مع المؤنث ومذكر مع المذكر بحالته.